السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكاتره العلاج الطبيعي في كل مكان. زي ما وعدناكم اننا باذن الله في الفتره القادمه نعمل طفره في مجال العلاج الطبيعي للاطفال، والحمد لله بنحاول نعمل ورش تعليميه بشكل دوري. اخر ورشه كان دكتور محمود اسامه عملها لنا عن الداون سندروم يوم السبت اللي فات، وزي ما وعدنا الناس اننا في القريب العاجل هنبدا في الفاسيليتيشن اوف مايلستونز وهناخدهم ستيب باي ستيب. اول حاجه ابتدينا بيها النهارده للناس اللي مشتركه في القناه ومفعله زر الجرس اكيد ظهرت لها الفيديوهات، فيديوهات الهيد كنترول. هناخدهم ستيب باي ستيب، واول حاجه هنبدا بيها الهيد كنترول، ودي بالفعل نزلت النهارده على قناتنا. فلو كنت لسه مش مشترك في القناه بسرعه اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان تظهر لك فيديوهاتنا باستمرار وما يفوتكش اي فيديو. لو عايز تبقى فعلا بروفيشنال في مجال البيدياتريك كل اللي عليك تعمل اشتراك بالقناة وتفعل زر الجرس، وان شاء الله فيديوهاتنا اكيد هتفيدك. احنا حاولنا بقدر المستطاع ان فيديوهاتنا تبقى في الريل لايف وعلى كيسز مناسب ليها الاكسرسايزز اللي احنا بنعملها، وده للاسف كانت فيديوهات كتير من اللي كانت بتنزل قبل كده مفتقده للفكره دي. يا اما ان الفيديو بيبقى شويه صور وبيشرح لك عليها، يا اما ان الفيديو بيتعمل على كيس والتمرينات مش مناسبه للكيس دي. فاحنا حاولنا نوفر النقطتين، ان يبقى الفيديو لايف على كيس مش شويه صور، وفي نفس الوقت الاكسرسايزز دي تبقى مناسبه للكيس دي. فهنبدا النهارده بالهيد كنترول، وستيب باي ستيب باذن الله هنخلص الفاسيليتيشن اوف مايلستونز بشكل بروفيشنال. فلو عايز تستفاد نتمنى دعمكم لينا، اشتراك بالقناه، نفعل زر الجرس، نعمل لايك شير للفيديو لان زكاه العلم تبليغه. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.